فوز متوقع طبعا الهلال والشباب بحكم منافسين اللي امامهم. بالنسبه لفريق مميز انا اللي تعاون فاز عليه فريق مدجج بالنجوم، فريق معناها منتخب نعتبره دحيل منتخب، سواء لاعب المجنس او اللاعبين المحترفين، خاصه المدافع البلجيكي اللي كان في توتنهام نهايه الموسم الماضي يلعب في المنتخب البلجيكي. فوز كبير، اول مره نشوف التعاون كمستوى كذا على 90 دقيقه، واول مره التعاون ما يستقبل هدف بعد دقيقة 90 معنا في البذر الضائع في الإضافي، هذا مهم جدا. ممكن الهدف الأول غلطة من الحارس معتز اللي كان أول مباراة يمسكها في خلف الحارس بدل الحارس كويسن، سوى غلطة سجلها تميلسون، باقي المباراة سيطرة. توانبا بصراحة لاعب يقدم في مستوى كبير، هو اللي شايل التعاون بلغة الكورة، هو اللاعب الممثل في التعاون. وحتى مدربهم الآن تكلم بالعكس، ما عندهم ضعف اللياقة، كان مشكلتهم هي التنظيم الدفاعي اللي يبدأ من الهجوم للدفاع. وبصراحه اللي حتى عجبني في المدرب طارق محمد كان ظهير، مكانه مو ظهير، هو يلعب وسط ملعب ايام كان في الاتحاد، هو صاحب التمرير الهدف الاول، كان هدف جميل شب معنا من توانبا، قدم مباراه كبيره في وسط الملعب في افتكاك مع اللاعب الفارو. يزيد بكار كان كويس معنا في الطاقه، الوندام اللاعب الكونغولي قدم نفسه بشكل كيف شفت كبير. الظهير الايسر في التعاون شاب صغير هذا كيف شو اسمه هو سعد بلعبيت، هذا عنده امكانيات كبيره جدا، واللي كان قبله الان اللاعب يلعب في الطائي شو اسمه الزبيدي نفس الطريقه، هذا صغير في السن عنده امكانيات معناها رهيبه بصراحه في الضغط الدفاعيه. لعبوا كثير من ناحيته في مباراه التعاون، مباراه الدحيل طبيعي بحكم تميلس، تكلم انت على تميلس يحتاج خبره شوي. ايه خبره تميلس، ما لاعب كبير بس ضغطوا في خانته، بس الولد كان متماسك خانته، لكن حتى تكلم انت كانت تاخذ المفروض تكون من الفار ومن طارق مثلا طارق محمد، وكانت حتى من الوندامه، لكن تشوف مجمل الفريق مباراه قدم مستوى كبير. الاسي الان تكلم على المجموعات بوجود في الخبره، الوحيدين اللي عندهم لاعبين احتياط ودكه معناها دكه واساسيين هم الشباب والهلال، مشرط التعاون الفيصل، ممكن الفيصلي اقل مستوى، التعاون ممكن ينافس على المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه لان مجموعه صعبه جدا بصراحه، سبهان وعندك مثلا تحيل فرق كبيره جدا، وزي ما قال انا ما نتفق مع ابو تركي صعب انك انت من الان تتوقع من بيتاهل. بالنسبه لي بيتاهل مثل الهلال عندك والشباب 90% و 80%، لكن التعاون والفيصلي التعاون اقرب. الهلال مباراه منطقيه كامل 90 دقيقه ضغط على الشارقه، الحاجه السيئه في المباراه صراحه اصابه الشهري ربي يشفيه ان شاء الله، اصابه هي اصابه خطيره بصراحه الرباط شو اسمه الوتر اكيلس، لكن ان شاء الله يرجع في القريب العاجل ان شاء الله نتمنى له الشفاء. كم عادة تاخذ وقت الاصابه؟ والله التركيز تعرف من 7-8 شهور 9 شهور، يعني ممكن ما يلعب كاس عالم. كاس عالم ما يلعب تو، الرباط الصليبي بدت اسهل من الوتراكيلس، رباط صليبي احيانا 4 شهور 6 شهور، لكن صراحه الوتراكيلس صعب جدا صراحه، صعب جدا، وان شاء الله ربي ما يرجع في فتره قصيره، نتمنى له الشفاء العاجل. الهلال في كم مباراه كامله قدم مستوى كبير، خلى الفريق الشارقه تحت ضغط، لاعب الشارقه 5-4-1 كان افضل لاعب بالنسبه لنا ميشيل، مع ميشيل اللاعب سعود عبد الحميد قدم مباراه كبيره على مستوى الدفاع على المستوى الهجومي، ميشيل حركه قلق مدافعين الشارقه.